حضرتك اوعى تكوني قلت له انها دفعنا اي فلوس. لا طبعا انا ما قلتلوش، بس انا فاهمه هو عامل كده ليه. انا كنت صح لما قلت لك ان موضوع ابنه مأثر عليه. طبعا مش ابنه ليه حق، بس انا عايز اعرف احنا دفعنا فلوس ليه طالما موقفنا سليم. دي اكراميه عشان نخلص بسرعه، وفعلا خلصنا بسرعه والتقرير طلع لمصلحتنا. المهم انا كل اللي بطلبه منكم الاستاذ عيسى ما يعرفش خالص ان احنا دفعنا اي حاجه. وانت خايف منه قوي كده ليه؟ مش خايف، بس انا عارفه كويس، ده انا تربيته. ونعم التربيه. ما تقلقش عيسى امره سهل. في ايه؟ مركز الصيانه اللي كنت بتودي عنده الاوتوبيسات كانوا بيركبوا قطع غيار اصليه. ليه في ايه؟ رد عليا. في وفي. يعني ايه في وفي؟ يعني في قطع غيار اصليه وفي لا، بس ده زي الاصلي بالظبط. يعني تيجي الفرامل يا استاذ اشرف؟ لا طبعا اكيد مش اصلي، بس احنا بنشتغل بيها بقالنا 8 سنين وزي الفل. ودي ودتنا في داهيه. هو ايه اللي حصل؟ بابا حد يرد عليا؟ مش فاهمه حاجه. طب والحل يا استاذ امجد؟